السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. ليه الصفار بتاع البيض أحيانا بيبقى أصفر فائع، وأحيانا بيبقى أصفر باهت كده قاتم، وأحيانا الصفار بيبقى رايح منه خالص وداخل على الأبيض؟ يعني ألوان الصفار بتاع البياض بتختلف من بيضة لبيضة، ولا من سلالة لسلالة، ولا على حسب الأكل اللي بياكله الطائر، ولا على حسب إيه بالظبط؟ لأن في ناس كتيرة أوي بتهتم إن يكون صفار البيضة اللي بتنتج عندهم ناصع كده، خصوصا الناس اللي بتربي لاستفادتها الشخصية. أصحاب المشاريع مش بيركزوا في كل التفاهات دي، بالنسبة لهم تفاهات، إنما اللي بيربي استفادته الشخصية وبيربي على السطح بتاع بيته عايز يكون البيض في أعلى جودة وأحسن شكل وأحلى طعم، صح؟ فعشان كده احنا جايين نقول لك ازاي تخلي الصفار ده يكون في لونه الافضل والانصع. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين الاول نجاوب على السؤال يا جماعة، هل هو الموضوع متعلق بالسلالة؟ يعني ده سؤال مهم، يعني هل سلالة الفرخة اللي بتبيض بتؤثر على الموضوع، ولا الموضوع متعلق بحاجات تانية؟ اولا السلالة ممكن تكون بتأثر على حجم البيضة، ماشي؟ في بعض السلالات بتبيض بيض اكبر من سلالات تانية، ممكن السلالة تتأثر على الانتاج نفسه، كثافة الانتاج، كم بيضة في السنة، ده ممكن يتأثر بالسلالة. السلالة برضو بتتعلق بقشرة البيضة وقوة قشرة البيضة، لو السلالة عندها قدرة تحمل عالية وعظمها ناشف وتمام، وده برضو مش بيتعلق بالسلالة لوحده، وبرضو بيتعلق بالتغذية. لو انت مقوي الطائر ومديله كالسيوم كويس، القشرة بتاعت البيضة هتبقى كويسة، تمام؟ وبرضو يعني البيضة يعني مكونات وصفات وشكل وحجم البيضة متعلق بحاجات كتيرة جدا. السلالة تحديدا ملهاش علاقة قوي بالصفار، السلالة تحديدا ملهاش علاقة قوي بالصفار، تمام؟ طيب دي حاجة رميناها على جنب علشان ما نتكلمش فيها، السلالة مش بتؤثر على نصاعة صفار البيضة، تمام؟ طيب في حاجة تانية مثلا، زي مثلا التهوية والنظافة والأساسيات الحلوة دي اللي ملهاش علاقة بالتغذية، هل بتؤثر على صفار البيضة؟ أقول لك لأ، لكن في حالة واحدة بس ممكن تؤثر على الصفار بتاع البيضة، لو الفرخة عيت، لو الفرخة جالها مرض معين، لو الفرخة بتمر بأزمة صحية، عندها إسهالات، عندها أي مرض تنفسي أو معوي، ده هيؤدي إلى ضعف عام في الفرخة، فممكن ما تبيضش أصلا أو يكون البيض جودته ضعيفة. لكن يا جماعة الأساس في الحدوتة كلها، واللي بيؤثر على لون الصفار ونصاعة الصفار هو الأكل. إيه علاقة اللي بتاكله الدجاجة بقى بلون صفار البيض؟ طبعا احنا اللي يهمنا واللي يخصنا في الموضوع ده كله هو نوعية الاكل اللي بنقدمها للطائر، تمام؟ هل ده بيؤثر على وضع البيض ولون صفار البيض؟ طبعا طبعا بيأثر، وده المؤثر الاساسي في لون الصفار. النظام الغذائي اللي حضرتك بتحطه للدجاج بتاعك له تأثير كبير جدا، تمام؟ وده بيعبر عن مدى الاستفادة اللي احنا هنحصل عليها من البيض برضو، لانه في الغالب الدجاجة اللي بتتناول الحبوب بس ومش بتاكل اي حاجة تانية معها بتنتج البيض اللي لون الصفار بتاعه باهت، فهمني؟ لما تكون الدجاجة او الفرخة بتاكل حبوب فقط، مش بتاكل خضروات، مش بتاكل بواقي اكل من عندنا، مش بتاكل اي حاجة تانية، ده يؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ان الفرخة بتبيض بيض صفاره باهت. باهت، كلمة باهت دي ممكن يكون معناها ان هو فاتح قوي قريب للابيض، او غامق قوي قريب للاسود، سواء ده او ده، المهم ان هو ما يكونش صفار فائع كده يفتح النفس، تمام؟ انما الدجاجة اللي بيتم تغذيتها على النباتات والحبوب والذرة، فدي هتنتج بيض يميل صفاره الى اللون البرتقالي، وهو ده اللون المحبب ليا شخصيا، معرفش انتوا ايه. الصفار اللي مايل للبرتقالي ده بيفتح النفس طبعا، بعيدا بقى عن فكرة انه بيفتح النفس والكلام ده كله، هو الصفار الافيد واللي بيدل على ان البيضة دي طازة قوي وصحتها حلوة هي والفرخة اللي جابتها، ومفيدة جدا للي هيتناولها، حلو؟ كذلك برضو هتكون هي كمان في عملية الترقيد والتفقيس جودتها اعلى. تفكر الموضوع علاقته بس بترتبط بالاكل وكده؟ لا، الموضوع برضو بيتعلق بجودة البيضة في الترقيد،
البيضة اللي صفرها مايل للبرتقالي. ففي مزارع بقى، مزارع الدجاج الغربية بيتم تقييم لون صفار البيض وفقا ل15 لون، تخيل 15 لون، وبيتم تدريجه بقى بين الأصفر والبرتقالي، بين الأصفر والبرتقالي علشان نتأكد من جودة المنتج. تمام، ايه بقى لون صفار البيض الجيد تحديدا عشان حضرتك تتعرف عليه؟ تمام، الدجاج اللي بيتم تغذيته بأغذية عضوية ومتنوعة بينتج بيض يميل لون صفاره الى اللون البرتقالي زي ما قلنا، خضروات بقى وعلف وحبوب وذرة وكل الفوائد، الكرنب، البرسيم، الحاجات دي كلها بتخلي لون الصفار مايل للبرتقالي، لانه بيحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية اللي بيتطلبها الجسم علشان نقوي العظام، وكذلك برضو لإصلاح العضلات بتاعة الطائر، لأن صفار البيض اللي لونه شاحب أو باهت بيدل على إن ده أدنى درجة من جودة البيض. لون الصفار ده يا جماعة اللي احنا بنشوفه أدنى درجة، فحضرتك كل ما تلاقي لون الصفار مايل للبرتقالي كل ما تكون جودة البيض أعلى، وكل ما تلاقي لون الصفار مايل للأبيض أو للأسود فأنت كده جودة البيض بتبقى سيئة، لو مايل للأبيض فأنت كده مفيش جودة أصلا، في ضعف في الجودة، إنما لو مايل للأسود يبقى في فساد في البيضة، دي حدوتة أخرى. تمام، ولازم طبعا نقول لك انه ممكن يتغير لون صفار البيض نتيجه لتغيير الموسم، خلي بالك علشان نبقى واضحين معاك وقلنا لك كل حاجه، عشان ما تجيش في الاخر تقول لنا ان احنا قلنا لك حاجه مش كامله. ممكن لما بيتغير الموسم، يعني مثلا في بدايه فصل الشتاء الطقس بيؤثر على عمليه هضم الدجاج للغذاء، الطقس البرد اللي احنا فيه وغياب الشمس نسبيا بيؤثر على عمليه الهضم، بيبقى الامتصاص عند الطيور مختلف، مش عايز اقول لك ابطا، لكن عايز اقول لك هو يعني نسبيا بيبقى ابطا، بصراحه الامتصاص بيبقى ابطا، لذلك الانتاج بيقل. على فكره يعني من الحاجات اللي بتخلي انتاج البيض يقل في فصل الشتاء، في بدايه فصل الشتاء تحديدا، ان الطيور بتتصدم، فبتتصدم من البرد ده، فبيبدا بيبقى عندها اضطرابات في الهضم، اضطرابات في الهضم. على فكره احنا كمان كبني ادمين بيبقى عندنا اضطرابات في الهضم في بدايه الفصول المختلفه، لان درجه الحراره بتؤثر على الهضم، كذلك عندهم برضو في الطيور درجه الحراره بتؤثر على امتصاص الطيور للاكل والهضم، فده بيؤثر على لون الصفار. ده بقى ما يقلقناش قوي، يعني دي مش ازمه بالنسبه لنا. تمام، لما نلاقي في فصل جديد واللون اتغير ده عادي، لكن لازم نهتم بالاكل اللي بنقدمه، ولازم يكون الاكل متنوع ما بين الحبوب والخضروات علشان ناخد بيض عالي الجوده. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول عن طريق اشعارات مباشره ليك من يوتيوب، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.